ومعلومة جديدة اليوم، طبعا معلومة كتفيدكم كتهمكم مستمعينا مستمعاتنا. اليوم معلومة كتعلق بتفاصيل كيفية الاستفادة من دعم ديال السكن الرئيسي وكيفية نيل منح هذا الاستفادة ديال دعم السكن. إذن دكتور، بعد المصادقة على المرسوم الصيغة الجديدة، شنو أبرز التفاصيل؟ إذا كنرجعوا دائما القانون اللي تنشر في الجريدة الرسمية اللي هو المرسوم المتعلق بدعم السكن وكيفية منح هذا الدعم لفائدات مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، هذا في العنوان. بعدا في بزاف ديال الشروط، بزاف ديال النقط اللي هي مهمة اللي مازال غنشوفوها في النصوص اللي فيها التفاصيل اللي كنتظروها، مازال ما دارتش، مازال ما كيناش عند العموم، مازال ما تنشرتش. هذه الجريدة الرسمية، هذا النص القانوني خرج في 23 نوفمبر 2023، تنشر الجريدة الرسمية، وتتكلم هذا القانون من غير يدخل حيز التنفيذ، فوقاش يستنيدو يدخل حيز التنفيذ بدأ من فاتح يناير 2024، يعني من دابا واحد 20 كاملاش 15 يوم لا شحال مازلنا 25 يوم 25 يوم باش غادي يدخل حيز تطبيق هذا القانون. إذا تكلمت البارح على المعلومات اللي كتعلق بالمبلغ، دابا غادي نهضر على كيفاش غادي يمكن الانسان يستفاد من هذا الدعم. اذن اول حاجه تيخص الانسان يديرها هو كيدخل واحد المنصه اللي مازال لحد الان ما تنعرفوهاش، منصه الكترونيه اللي غادي تعطى لواحد المؤسسه عموميه هي اللي غادي تكون المخاطب ديال المواطن اللي كيقلب على الدعم. كيدخل واحد الطلب، كاين واحد النموذج حتى هو مازال ما شفناهش، مازال ما خرجش، نقول مازال ما شفناهش، يعني هادشي جاي عبر مراحل. هاد النموذج تتعمرو وكتدخلو فهاد المنصة الإلكترونية، ملي كيعطيوك الموافقة المبدئية أن الشروط كتوفر فيك، حيث داك النموذج كدير فيه واحد المعلومات، هادوك المعلومات منها كيعرفوا واش أنت غتقدر تستافد من الدعم أو لا، واش عندك الشروط أو لا لا. من بعد ملي كيجاوبوك يقول لك عندك أسيدي الشروط، ما كاين حتى شي مشكل مرحبا، كيعطيوك ديك ساعات الأجل، يعني طلب الإعادة للشروط الوالدة في القانون المالية تتم الموافقة الأولية على طلب في 7 أيام، بعد 7 أيام ما درتي لك النموذج تيجاوبوك مزيان، تيقول لك أنت غتستافد من الدعم. من بعد كيخصك تمشي عند موثق، سمحوا لي، كتمشي عند موثق، هذا الموثق كيدير الوعد بالبيع، لأن لازم تدوز عن طريق وعد بالبيع. هذا الوعد بالبيع كيديرو ويحطو في نفس المنصة الإلكترونية، ها؟ 7 أيام من تاريخ الوعد بالبيع يقوم الموثق بإعداد نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد. إذن هو كتب الوعد اليوم، عنده أجل ديال 7 أيام باش يوضعه داخل هذه المنصة أيضا. إذن الموثق اللي غادي يتكلف أنت النهار الأول غتمشي ديري واحد النموذج في قلب المنصة الإلكترونية، يعني واحد الموقع، واحد البوابة غادي تعرفوها من بعد. ومن بعد كتمشي عند الموثق، ملي كيقول لك واخا غتستافد من الدعم، كتمشي عند الموثق، الموثق يدير لك وعد بالبيع. هذاك الوعد بالبيع ملي كيحرروا معك عنده اجل ديال 7 أيام من النهار اللي حررتيه وقعتي داك الوعد بالبيع، صوبوا لك الموثق 7 أيام في قلب اجل ديال 7 أيام خصو يوضعوا في ديك المنصه. ملي كيوضعوا في هذيك المنصه، هاد المؤسسه العموميه اللي غتدبر هذا الدعم خصها تجاوبوا في اجل ديال 15 يوم على الاكثر، يعني يمكن تجاوبوا في اسبوع في 10 ايام ولكن ما تعداش 15 يوم. اش كتجاوبوا؟ كتعطيه شيك. هاد الشيك كاين جوج طرق باش كنعطيو الشيك، يا اما كنصيفطوا لك الشيك، كيصيفط لك الشيك انت صاحب الدعم المستفيد من الدعم، كيصيفط لك الشيك في 15 اجل 15 يوم، يا اما هاد الشيك كيكون في سميت الموثق ولكن كيتسلم لك انت اللي طالب الدعم، انت اللي كتهزو كتاخذو وكتعطيه الموثق، والموثق كيديرو في الحساب ديال صندوق الإيداع والتدبير او عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير. يعني اما غيتعطى لك شيك انت من يديك ولكن محرر سميت الموثق، انت غتاخذو وتدي الموثق والموثق يوضع في الحساب ديالو، او لا غيصيفطو بتحويل. هذا المبلغ ديال 7 مليون او مبلغ ديال 10 مليون غادي يمشي مباشره للحساب ديال الموثق. هاد طالب الاستفاده عنده اجل ديال 30 يوم من التاريخ باش توصل بالمبلغ، عنده اجل ديال 30 يوم باش يدير العقد النهائي، يعني خصو يرجع عند الموثق ويديروا العقد النهائي، وهذاك العقد النهائي تيخصو يتوضع
ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية داخل أجل 30 يوما. إذن عقد البيع ونسخة ديال شهادة الملكية تخصني نديرهم في أجل 30 يوم. هذا الموثق اللي كيقوم أيضا بهذه العملية، الموثق كيقوم جوج العمليات، العملية الأولى وضع الوعد بالبيع في المنصة الإلكترونية، والعملية الثانية وضع العقد النهائي في المنصة الإلكترونية مرفق أو مرفوق بشهادة الملكية. إذا مشيتي حتى تراجعتي في حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور أعلاه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعادة فورا. يعني إذا داز الأجل 30 يوم وموضعش الموثق العقد النهائي وضع مع شهادة الملكية وداز 30 يوم وموضعش هادشي اللي قلت، تخصو يرد الفلوس للمؤسسة اللي عطاتو هذاك الدعم باش يستفيد منه المواطن أو المستهلك أو المشتري ديال العقار. والشرط الأخير اللي تيمكن لي نذكر لكم اليوم هو أنه خص لازم هاد العقار اللي غادي تشريه خص يكون عنده رخصة ديال السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير. هذا راه كيدار هاد رخصة السكن توضع قد الوعد بالبيع، وهذا الموثق اللي كيتكلف بها في الوضع، ولكن انت اللي كتجيبها له، كتجيب له رخصه السكن وكيوضعها مع الوعد. والتدخل الثاني ديال الموثق هو باش كيوضع العقد النهائي مع شهاده الملكيه. مزيان، نعاودها اخر مره. التدخل الاول ديال الموثق كيوضع وعد بالبيع مع رخصه السكن اللي خصها تكون صادره ابتداء من 1/1/23، يعني هذه السنه اللي احنا غادي نخرجوا منها، يعني خص يكون حديث العهد هاد رخصه السكن. والتدخل الثاني ديال الموثق هو فين غادي يوضع في المنصه الالكترونيه العقد النهائي للبيع والمرفق اليه ايضا شهاده الملكيه. والا مشى حتى ما غير رايه للمواطن اللي بغى يشري بغى يستافد من هذا الدعم وداز الاجل 30 يوم، غادي الموثق تيرد الفلوس لهذه المؤسسة اللي صيفطات له المبلغ ديال الدعم. نعم، إذا شكرا دكتور، كانت هذه كيفية الاستفادة من الدعم، طبعا الدعم اللي غادي تعطي الدولة للمستفيدين من السكن الرئيسي. ولكن راه مازال أسئلة رئيسي. نعم. أسئلة أساسية مازال مطروحة وهي اللي كننتظروا فيها تجي نصوص تفصيلية، المفروض يجيو نصوص تفصيلية أو تجي دوريات أو منشورات اللي غادي تشرحها، ولكن خاص تكون نصوص قانونية اللي غادي نصوص اللي غتوضح التفاصيل هنا. ما عرفناش اشكون اللي غادي يشري السكن، واش العازب يمكن يشري، واش المتزوج يمكن يشري، واش الناس اللي في القرية حتى هما يمكن لهم يستافدوا من الدعم، واش واحد إنسان ورث أرض واش يمكن له يستفد هو من هذا الدعم. الدعم شي واحد بنى له، شي واحد اللي بنى له فوق ارضه وغادي يبيع له داك الشيء اللي باع له اللي بنى له يبيعوا له. يعني كاين بزاف ديال الاسئله، كاين اللي مطلقه واش يمكن تستافد سمحوا لي، وكاين اللي مزوج وكاين الزوج بوحده والزوجه بوحدها، يعني واش الزوج يمكن يستافد بوحده والزوجه يمكن تستافد بوحدها، ولا الا استفد الزوج الزوجه ما تستافدش، ولا استفدت الزوجه الزوج ما يستافدش، واش الاطفال يمكن لهم يستافدوا، واش خص يكون عندك اكثر من 18 سنه، واش تكون رب اسره، واش تكون عندك شي شرط من الشروط اخرى كتتعلق بالعمل ديالك. واحد الانسان باطل عن العمل ما عندوش العمل باش يمكن له حتى هو يشري. اذا هاد الشروط ما خصهاش كلنا توقع لنا مفاجات من بعد الناس يفرحوا بالدعم ويقولوا صافي الحمد لله وفرج علينا الله الحكومه جابتنا واحد النقطه ايجابيه في هاد السنة غادي يستافدوا من الدعم، ولكن غادي يمشي غادي يتفاجئوا بشروط اللي هي تعجيزية. إذن خصنا نعرفوا الشروط النهار الأول باش الناس ما يكبرش عندهم الآمال، يعرفوا راسهم شكون هما اللي معنيين. إذن هاد الشيء هذا راه مستعجل يخرجوا النصوص القانونية باش ملي يبداو يستافدوا من الدعم يكونوا عارفوا راسهم شكون هما اللي غادي يستافدوا شكون اللي